رغم التهميش، حفاظا على الوحدة الوطنية، حفاظا على لحمة ليبيا، ولكن عندما توصل في أهلنا وفي القتل في الشوارع والمستشفيات من غير أي خدمات، ولم يتدخل الجيش ولا الشرطة في وقف هذا الصراع. لكن اليوم هناك إمدادات وهناك تحرك لفض النزاع في سبها، أليس كذلك؟ هذا التدخل وهذه الإمدادات أخي العزيز دخلت بعد تقديم استقالتي المشروطة على المجلس الوطني ورئاسة الوزراء، وجعلت رئاسة الوزراء أن تجتمع الآن، واتصل بي السيد رئيس الوزراء ليقدم الخدمات والوقف مع أهلنا في الجنوب. ما هي الأوضاع الميدانية الآن في سبها؟ والله الأوضاع المدنية سيئة، الاشتباكات إلى الآن موجودة على مداخل سبها، طبعا الطبو يتحشدون في المناطق لأن معظم سكانهم في مرزق وأوباري، يحشدون على حدود وأطراف سبها، يحاولون الدخول لسبها للسيطرة على المستشفى وعلى المطار. هل هناك حصيلة جديدة لأعداد القتلى والجرحى؟ كما قلنا سابقا نفس العدد إلى الآن، الآن القتال يعتبر واقف هدوء بسيط، ولكن نحن على هبة الاستعداد للحفاظ على أمن بلادنا ووحدة ترابنا الليبي. إذن عضو المجلس الانتقالي الليبي المستقيل عن مدينة سبها عبد المجيد سيف النصر، شكراً.